السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نوران كنعان. رجعت لكم اليوم درس جديد بالكالكولاس 2، بيحكي عن التكامل لهدول الأشكال تان ان تان تو باور ان اكس كوت تان تو باور ان اكس سيكانت تو باور ان اكس و كوسيكانت تو باور ان اكس. هلا إذا كان عندنا التكامل في واحد من هدول الأشكال، شلون بدنا نحله؟ هلا إذا كان عنا تان، بنروح بنقول تان بإن ناقص واحد على إن ناقص واحد، طبعا إكس ناقص تكامل تان إن ناقص اتنين إكس إن ناقص اتنين إكس دي إكس. تمام؟ الكوتان نفس الشيء بس سالب، ناقص كوتان ان ناقص واحد اكس على ان ناقص واحد زائد او ناقص، اسفه، ناقص تكامل الكوتان ان ناقص اتنين اكس دي اكس. تمام، سيكنت باور ان بنقول سيكنت x to power n minus 2 بتان ال x على n minus 1 زائد هون n minus 1. طيب نكتبها تحت عشان الأوسع، يعني secant n minus 1 x على n minus 1 زائد بتان الاكس زائد ان ماينس 2 على ان ماينس 1 بتكامل السيكند ان ماينس 2 اكس بدي اكس. تمام، نشوف تكامل الكوسيكند كيف بده ينحل. بنقول ناقص كوسيكند ان ماينس 1 اكس ضرب كوتان على n minus 1 زائد n minus 2 على n minus 1 بتكامل الكوسيكند n minus 2x بدي x. تمام، هاي القوانين نجرب نحل عليها أمثلة. إذا كان عندي بس لل تذكير، إذا كان عندي تان الإكس هو شو هو؟ تكامل ساين الإكس على كوساين الإكس. تمام، بنضرب الطرفين بسالب لحتى يصير اللي بالبسط مشتقة المقام، يعني بنضرب بناقص ساين إكس. هلأ صارت عنا ناقص ساين هي مشتقة المقام، فبيصير جوابها ناقص لين بالكوسيكنت الكوساين، عاصفة ناقص لين كوساين الاكس زائد سين. طب إذا كان عنا تان تربيع شلون بنحل؟ هاي كمان just for remember، منقول سيكنت تربيع الاكس ماينس ون دي اكس. طيب شو تكامل السيكنت تربيع الاكس ماينس 1؟ هي تان تكامل السيكنت تربيع تان تكامل السيكنت تربيع هو تان الاكس تكامل الواحد هو اكس زائد سي. تمام، طيب بنشوف تان تكعيب. تان تكعيب خاص، هلا بنمشي على القانون، بنقول تان تباور n ماينس واحد على n ماينس واحد زائد تكامل تان هنا x تان n ماينس 2 واحد دي x. شو تكامل التان؟ هو لين، فمنقول تان تربيع x على 2 زائد شو تكامل التان اس واحد؟ هيو
ناقص لن ب كوساين الاكس زائد سي. طيب نفكه، نقدر نفكه ونقدر لا، خلاص هيك هو. طيب نشوف اذا كان عندنا تان تو باور 5 اكس، 5 بس 2 اكس. هلا نحن ما بصير يكون عندنا امثال يعني هاي 2 اكس، نحن ما بصير يكون عندنا اياها غير واحد، فبنقول let u بتساوي 2 اكس. هون في دي اكس، دي يو شو بتساوي؟ 2 دي اكس. منعود، منقول تكامل تان اس 5 يو بدي يو على 2. هلا منطلع الاثنين لبرا فبتصير نص لانه هي بمقام، بتكامل تان اس 5 يو بدي يو. طيب نفكها، منقول هاي على القانون، منقول تان اس تان ناقص 1 اس 4 يو على أربعة ناقص تكامل تان أس ثلاثة يو، ناقص تكامل تان أس ثلاثة يو. بس نحنا هون طلعنا تكامل تان أس ثلاثة، هيا الجواب. هلا لو ما كنا حالينه عادي بنحسبه بنفس هاي الطرق، بس أنا لأنه حالينه فحننقله نفسه مشان ما نرجع نعيد، فبيساوي تان أس أربعة يو على أربعة زائد تان تربيع يو على 2 ناقص لن لكوساين اليو زائد سي. هلا من قيم كل يوم بنحط بداله 2 اكس، فمنقول بيطلع الجواب تان اس 4 ل 2 اكس على 4 زائد ناقص، لا زائد، لا هي ناقص وفي قوس هون، اسفه هون ناقص لانه هون في ناقص وهون قوس، فمنقول ناقص تان تربيع 2 اكس ناقص لين الكوساين ل 2 اكس زائد سي. تمام، ومندخل الناقص ومنحله هون على 2. تمام، نشوف مثال تاني. هلا بالمثال التاني بدنا نشوف انتجرالز الكوتان. احنا حلينا قبل شوي عن التان، هلا بدنا نحل على الكوتان. كوتان للاكس هو تكامل، بنقول ساين على كوساين، ساين على كوساين، البسط مشتقة المقام فبتصير لين لساين الاكس، اسفة هون كوساين على ساين، بتصير عنا لين للساين زائد سي. تمام، الكوتان تربيع منقول هي تكامل لكوسيكانت تربيع اكس ناقص واحد. شو تكامل الكوسيكانت؟ ناقص كوتان الاكس. شو تكامل الواحد؟ ناقص اكس زائد سي. تمام، تكامل الكوتان تكعيب، نكامله على القانون، منقول كوتان تربيع، كوتان تربيع على 2 ان ناقص 1 على ان ناقص 1 ناقص كوتان تكامل كوتان الواحد اكس. طيب
كوتان أس واحد إكس هي طلعناها، فنحن بنقول الجواب عنا كوتان تربيع ال إكس على اتنين ناقص لين ب ساين ناقص لين بساين الإكس زائد سي. تمام، نشوف كمان أمثلة. هلأ بدنا نحل على السيكند. لو كان عنا التكامل للسيكند إكس شلون بنحله؟ بنقول لين، هذا حفظ يعني، هذا نحن أخذينه من قبل، هو بيطلع الجواب لين سيكند إكس زائد تاني الإكس، يعني هذا بدنا نحفظه، وهذا التاني كمان تبع السيكند تربيع كمان حفظ. تمام، طيب سيكند تربيع الإكس هو تاني الإكس، يعني تكامل السيكند تربيع بيعطيني تاني الإكس. طيب سيكند التكعيب بنحله على القانون، سيكند أس واحد إكس ضرب تان الإكس، لأنه نحنا قلنا هديك إن ماينس تو على إن ماينس ون على اتنين زائد إن ماينس ون تلاتة ناقص اتنين إن ماينس تو على إن ماينس ون بتكامل السيكند بإن ماينس ون سيكند الإكس بتساوي سيكند الإكس بتان الإكس على اتنين زائد اتنين، لا عفوا نص ضرب تكامل، قصدي متكامل. شو تكامل السيكند؟ هي سيكند اس واحد لين السيكند اكس زائد تاني الاكس زائد سي. تمام، نشوف تكامل الكوسيكند. كوسيكند اس واحد اكس كمان هذا حفظ، بنقول لين مثل هديك، بس هون الكوسيكند مثل السيكند، بس هون بنقول لين الكوسيكند ناقص الكوتان. تمام، بيطلع لنا القانون لين الكوسيكند ناقص التان. زائد نشوف تكامل الكوسيكند تربيع. تمام، هذا كمان حفظ، بيعطيني ناقص كوتان الاكس زائد سي. طيب اذا كان عندي كوسيكند اس 4 اكس بنحل على القانون، بنقول ناقص كوسيكند ان ناقص 2 2 بكوتان الإكس على إن ماينس واحد اللي هي تلاتة زائد إن ماينس واحد على إن ماينس اتنين اللي هي إن ماينس اتنين على إن ماينس واحد اللي هي اتنين على تلاتة بتكامل كوسيكند إن ماينس اتنين. تمام، طيب كوسيكند تربيع هي هاي، فبنروح بنعوض ناقص كوسيكند تربيع إكس ضرب كوتان الإكس على تلاتة زائد اتنين على تلاتة اتنين على تلاتة هاي ناقص كوتان الإكس كله زائد سي. تمام، وهيك من حلها بيعطينا الجواب. تمام، هلأ بدنا ناخد قوانين جديدة. إذا كان عندي التكامل من هذا الشكل تان أس إم إكس ضرب سيكند أس إن الإكس، يعني عندي تان ضرب سيكند والاثنين مرفوعين لأس،
عندي 3 حالات بدي ادرسها. اول حالة بتحكي انه انا اذا عندي الان ايفن اللي هي امثال السيكند، اذا عندي امثال السيكند ايفن والام اللي هي امثال اللي هي اس التان، اود اور ايفن ما بتفرق، المهم يكون عندي الان ايفن. تمام، بنحلها بطريقة. واذا كان عندي الان اود والام اود يعني الاثنين اود بنحلها بطريقة، واذا كان عندي الان اود والام ايفن يعني اذا كان عندي اس السيكند ايفن ما بنطلع على التان، بس اذا كان عندي الان اود يعني فردي نطلع على اس التان. نشوف امثلة. اذا كان عندي جذر التان اكس بضرب سيكند اس 4 اكس، نطلع اول شيء على اس التان، هاي عندي اياها ايفن، معناتها هاي كيس رقم واحد. كيس رقم واحد كيف بدنا نحلها؟ نجي نفرد اول شيء قبل ما بدنا نحلها بدنا نحول، لحتى مشان ما نتخربط بدنا نحول التان اس نص ضرب سيكند اس 4 اكس بدي اكس. تمام، هلا بنحول السيكند، صح السيكند تربيع هي 1 زائد تان تربيع، فبنحول السيكند كلها ل 1 زائد تان. تمام، وبنترك سيكند وحده مشان المشتقه، يعني بنقول تكامل تان الاكس اس نص ضرب 1 زائد تان تربيع الاكس، هاي بدال سيكند تربيع. طب في سيكند تربيع تاني من نزلة مثل ما هي، سيكند تربيع الاكس ضرب دي اكس. تمام، هلا منقول let u، اليو عنا شو بتساوي؟ تان الاكس، معناتها دي يو شو بتساوي؟ سيكند تربيع الاكس ب دي اكس، معناتها بدنا نعوض نقول دي اكس بتساوي دي يو على سيكند تربيع الاكس. بنعوض هلا، بنقول تكامل يو قوة نص ضرب 1 زائد يو تربيع ضرب سيكند تربيع الاكس ب دي يو على سيكند تربيع الاكس، بتروح السيكند مع السيكند بصير عندي تكامل يو قوة نص ضرب 1 زائد يو تربيع بديو، منفك الأقواس فبتصير يو قوة نص تكامل يو قوة نص زائد يو قوة 5/2 لأنه بنوحد مقامات وبنجمع، يو قوة نص ضرب يو قوة 5/2 هلا من كاملة عادي، يو قوة نص هي بنقول يو قوة 3/2 تقسيم 3/2 زائد يو قوة 7/2 على 7/2 زائد سي. هلا من قيم كل يو بنرجع لها التان، بس انا حقيم كمان الجذر تبع 7/2 وخليه يعني جذر، قيم الاثنين وخليها جذر، فبصير تحت الجذر تان اس 3 على، والثلاثة على اثنين حتصير اثنين بالوسط والمقام 3. تمام، زائد نفس الشيء 2/7 بتحت الجذر تان اس 7 اكس. تمام، وهيك طلع معنا التكامل. شوف امثلة تانية، اذا كان عندي تان اس 4 اكس بالسيكند اس 4 اكس بنطلع على الاس سيكند، اذا كان عنا ايفن
فنحن ما بنطلع على التان. منقول تان أس أربعة إكس ضرب سيكند أس أربعة إكس، نسحب واحدة، منقول هيك تكامل تان أس أربعة إكس بدال السيكند بنحط واحد زائد تان تربيع إكس ضرب سيكند تربيع الإكس بدي إكس. منقول let u تساوي تان إكس، du بتساوي du بتساوي سيكند تربيع إكس بدي إكس، دي إكس بتساوي du على سيكند تربيع الإكس. منعود منقول عندي تكامل يو اس أربعة ضرب واحد زائد يو تربيع ضرب سيكن تربيع اكس ضرب ديو على سيكن تربيع الاكس. بتروح السيكن تربيع مع السيكن تربيع فبتصير عندي تكامل، حدخل اليو بتصير يو قوة أربعة زائد يو قوة ستة ديو، بعدين منفك هاي بتصير يو قوة خمسة على خمسة زائد يو قوة سبعة على سبعة زائد تمام. نشوف المثال اللي بعده. إذا كان عندي تان أربعة إكس بالسيكند أس أربعة إكس، أول شي نحنا ما بصير يكون عنا الزاوية غير تكون إكس، فمنقول let مثلا A أو B أو أي شيء، منقول let U تساوي أربعة X ديو عندي إياها أربعة دي X. تمام، هلا بعود بصير عندي تان تكامل تان بدل أربعة إكس يو سيكند أس أربعة يو سيكند أس أربعة يو ضرب دي يو على أربعة، لأنه دي إكس بتساوي دي يو على أربعة. منطلع لبرا ربع تكامل تان اليو بالسيكند سيكند حنعمل سيكند تربيع سيكند هون يو سيكند تربيع يو بدي يو. هلا منقيم هاي السيكند ومنعوضها بواحد زائد تان، فمنقول واحد على أربعة بتكامل تان اليو. هلا هون بتصير واحد زائد تان تربيع اليو تان اليو زائد تمام بالسيكند تربيع الديو. تمام، هلا ليت اي مثلا بتساوي التان او عفوا بلا تان، منقول دي اي تساوي سيكند تربيع ديو. هلا منقول ديو بتساوي دي اي على سيكند تربيع اليو. تمام منعود، هلا منقول واحد على اربعة بتكامل بدال تان اليو منحط اي ضرب واحد زائد اي تربيع بالسيكند تربيع اليو بدي اي على سيكن تربيع اليو. تروح هاي مع هاي وبندخل ومنفك، يعني حتصير عندي ربع، لو دخلناها بتصير A زائد A أس ثلاثة، فتكامل A A تربيع على اثنين زائد A أس ثلاثة لا هي بتصير A أس ثلاثة، فبتصير A أس أربعة على أربعة
زائد سي. هلا من قيم كل اي بنرجع لقيمتها الأصلية، فبتصير ربع بدال اي تربيع شو بتصير؟ تان يو، تان يو تربيع على 2 زائد تان بس 4 يو على 4 زائد سي. هلا اخر خطوة من قيم كل يو بنرجع لها الاربعة اكس، فبتصير عندي 1 على 4 بتان تربيع الاربعة اكس على 2 زائد تان اس 4 4 اكس على 4 زائد سي. تمام، وهيك بيكون خلص حل السؤال. طيب هلا نحن كله كان عنا ورا هون انه عم يكون عندي الاس ايفن، وهذا المثال ايفن. طب لو كان عندي يا اود شلون حنحله؟ هون عندي سيكند تكعيب، هي السيكند اس السيكند اود. تمام، هلا بما انه اس السيكند اود حنطلع على الاس تبع التان، كمان هو اود. هلا حنسحب وحده من، حنسحب وحده بوحده يعني من كل وحده واحد مشان مشتقة، يعني بتصير سيكند تربيع اكس ضرب تان تربيع اكس ضرب، سحبنا سيكند اكس بتان الاكس دي اكس. تمام، سحبنا سيكند اكس تان الاكس دي اكس. هلا بنقول let يو، لا اول شيء بدنا نعمله كله بدلالة السيكند، يعني من قيمة تان تربيع ونحط بداله سيكند تربيع الاكس ناقص واحد، يعني تكامل سيكند تربيع الاكس ضرب سيكند تربيع الاكس ناقص واحد ضرب سيكند اكس بتان الاكس كلها دي اكس. تمام، هلا بنقول let يو بتساوي السيكند، تساوي السيكند معناتها دي يو شو عندي اياها؟ دي يو بتساوي السيكند اكس ضرب تان الاكس، معناتها دي اكس شو بتساوي؟ دي يو على سيكند، هون في دي اكس سيكند اكس بتان الاكس. طيب هلا نعوض، بنقول عندي تكامل يو تربيع ضرب يو تربيع ناقص واحد ضرب سيكند اكس بتان الاكس بدي يو على سيكند اكس بتان الاكس، بتروح هاي مع هاي وبصير عندي التكامل يو تر يو اس 4 ناقص يو تربيع سيكند، لا يو تربيع بدي يو، وهيك بنكامله عادي. تمام، طيب اذا كان عندي اكزامبل انه التان اس 1 والسيكند اس 3 على 2، 3 على 2 هو اود، اس السيكند اود والواحد كمان اود، فمنحله نسحب وحده وحده من كل وحده، فبتصير سيكند او لو لا نسحب. طيب اذا كانت عندي 3 على 2 بدنا نطرح منها واحد، شو بضل عنا؟ نوحد المقامات فبتصير 2 على 2، 3 ناقص 1 1 والمقام ضل نفسه، فبتصير عندي 3 اس نص سيكند تكامل سيكند اس نص ضرب
tan الx لأنه tan الx ما عندي أصلاً غير واحدة، فسحتها مثل ما هي. tan الx بالسيكانت الx dx، لما نقول خلص يعني ما في شي نحوله ل ما في tan تانية نحوله، فخلص بنقول let u تساوي السيكانت ديو بتساوي سيكانت اكس بتان، معناتها بدي اكس، معناتها دي اكس بتساوي عندي اياها ديو على السيكانت اكس ضرب تان الاكس، منعوض بتصير عندي تكامل سيكانت اس نص اكس ضرب تان الاكس بسيكانت الاكس بديو على تان الاكس بسيكانت الاكس، بتروح هاي مع هاي فبتصير تكامل سيكانت اس نص اكس بديو. طيب سيكانت اس نص اكس، سيكانت هي اصلا هون كان لازم عوضها، فبقول يو تكامل يو اس نص ضرب ديو، يعني لما عوضنا اساسا ديو كان لازم نغير هاي، بس يلا مو مشكلة. تمام يو قوة نص بديو، فتصير اتنين على تلاتة، يو قوة تلاتة على اتنين ضرب زائد سي. هلا من ام كل يو منعوضها باصلها، فبتصير اتنين على تلاتة تمام، اتنين على تلاتة سيكند اس تلاتة على اتنين اكس زائد سي. تمام طيب هلا نشوف الحالة التالتة، اذا كان عنا الان اود والام ايفن، يعني عندي هاي هون اس واحد هاي اود وهي even، شو بنعمل؟ من قيم دغري كل سيكند بنحطه، يعني بدنا نستخدم قاعدة واحد زائد تان تربيع الاكس بتساوي سيكند تربيع الاكس، من وحده كله، فنعمل تكامل من قيمة تان تربيع، بنقول هي واحد ناقص سيكانت تربيع الاكس، يعني انه عندي تان فبنودي الواحد تساوي سيكانت تربيع الاكس ناقص واحد. تمام طيب واحد ناقص سيكانت الاكس ضرب سيكانت اكس ب دي اكس، من دخله بتصير عندي تكامل سيكانت سيكند اكس ناقص سيكند تكعيب الاكس ب دي اكس، نفصل التكامل بصير عندي تكامل سيكند اكس، هي هم مو واحد ناقص اسف، هون سيكند تربيع الاكس ناقص واحد حطيته هون هيك، فهون بس هون بصير تكعيب وهون بصير أس واحد. تمام فبتصير تكامل سيكند تكعيب الاكس ناقص تكامل سيكند الاكس، وهي خلص يعني سيكند تكعيب الاكس تبع ريدكشن فورمولا. وقت حليناها انه كيف بيكون عنا لما يكون تكعيب، ومنكمله عادي. تمام هيك بنكون احنا فهمنا كيف بنطلع اذا كان عندي تان واذا كان عندنا سيكاند، هدول يعني كيف بنطلع الاقترانات المثلثية. تمام واذا كان تان ضرب سيكاند والاثنين مرفوعين لأس كمان كيف بنطلع تكاملا. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.
كانت معكم نوران كنعان من سولفر تبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.